يا من يرى مد البعوض جناحه، يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل في ظلمة الليل في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى نباط عروقها في نحرها ويرى نباط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي ويرى نباط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي ويرى خرير الدم ويرى خرير الدم في عروقها وقويها وضعيفها والمبتلي ويرى ويسمع دونها من غيرها في قاع بحر عامق متجندل إني سألتك بالحبيب محمد وبما تلاه من الكتاب المنزل امن علينا يا ودود بتوبة يمحى بها ما كان منا في الزمان الأولين.